مدحت كل الايس كريم. ايه ده؟ انت مين على؟ انت اللي مين؟ ده بيتنا وانت لابس بيجامة داد. لابس بيجامة داد؟ انت بلاح يالا؟ انا اطلب لك البوليس عشان انت لابس بيجامة داد. بوليس مرة واحدة؟ طب كل بس خلص الجلاطة بتاعتك دي الاول. الجلاطة؟ خلص الجلاطة، اسمها جلاطة دي. يود خلص. معلش يا محفوظ مش عارفك، اول مرة اقابلك. سلم على عمك يا. This is your uncle, my brother. هاي هاي يا حبيبي ورحمة الله وبركاته. هدومك جاهزة فوق، اطلع خد لك دش وتعال. في ضيف مستنيك بره. ضيف؟ أنا آسف يا محفوظ إن أنا جيت لك في وقت غير مناسب وفي مكان غير مناسب، بس أنت اللي جيت سيرة القنبلة. قنبلة؟ قنبلة إيه يا باشا؟ قنبلة اللي اتكلمت عنها في التلفزيون امبارح يا محفوظ، معقول لحقت تنسى؟ لا ما نسيتش، بس تبعدها يا سودة بقى. لو كنت ساعتك فاكر انها كانت يعني المعنى قنبلة بحق وحقيقي يعني. الاحتياط واجب يا استاذ زلطة، ولو كان في دليل واحد يؤكد الشك ده ما كنتش جيت لك بنفسي. كوسيادتك هتشرف عندنا زي كل مرة. لا ولا ايه؟ طيب احسن. بس انا بقول لسعادتك بجد يعني فيش لا قنبله ولا اي حاجه. تشبيه تشبيه يعني بمعنى يعني ان البلد لازم تنضف بقى من البلاوي اللي فيها، ونبتدي بقى ناسس جيل جديد واعي فاهم ياخد بايد البلد دي للمستقبل. واضح كده لسعادتك مش مقتنع بالكلام. ماشي، حط نفسك مطرح يا محفوظ، وسيبك بقى من القنابل اللي انفجرت وانت موجود او بسببك. لو الكلام ده صح فعلا، ليه ما قلتش كده على طول؟ تشبيه استعارة مكنية، بلاغة، محسنات بديعية. سعادتك من زمان يعني من قبل انا مسافر كانت الناس تقعد على القهاوي تتكلم في نفس الموضوع ده. البلد لازم تنضب بقى يا جماعه. ناس تقول لك احنا نولع في ام البلد دي بقى، نولع في ام البلد دي، نار طاهره بتكوي وطهر. صح. ناس تانيه تقول لك لازم بقى البلد دي نهدها ونبنيها من اول وجديد بقى. ناس ثالثة تقول لك يا رب بقى يا رب بقى قنبلة نووية تنزل على أم البلد دي تجيب عليها وطيها. اشمعنى أنا بقى لما قلت كده؟ كخة جت عليا أنا؟ بقيت إرهابي؟ ماشي يا محفوظ، مضطر أصدقك، بس دي مش آخر مرة هنشوف بعض فيها. عاشق يا باشا؟ طبعاً. أنت دلوقتي بقيت نجم، واكيد هتطلب كتير قوي في الاعلام، فعايزين بقى نتقابل كده من وقت للتاني عشان ننسق مع بعض الكلام اللي يتقال. مش عايزين تجاوزات زي كل مره وزي امبارح. ها ولا دي حاجه تضايقك؟ مش بالظبط قوي، مش هتضايقني قوي يعني. انما هو مش كان شاكر باشا مثلا؟ انا اللي بقيت مسؤول عن ملفك وانا وبس. شاكر ملوش دعوه بيك بعد العمليه الاخرانيه دي. تالت مرة تسألي عليه من امبارح يا انتصار. أسفة يا ست فوزية، بس أنا كنت عايزاه يعني في كلمتين. ومالك يا أختي؟ مالك كده دبلانة وعينيك متنفخة وتحتها سواد؟ في إيه مالك؟ قولي لي يا أختي. أصلي يا ست فوزية من ساعة ما اتفرجت عليه في التلفزيون ليلة امبارح وأنا ما جاليش نوم. آه يا حبيبتي،
تأثرتي بكلامه انت كمان. يعني تأثرت لما اتكلم على الغلبة اللي زينا والناس اللي بتبيع نفسها. حسيت كده ان قلبي اتفطر نصين. يا اختي، ما اللي انت كنت عايزة في ايه؟ اصل بنت غلبانة كده صاحبتي يعني كانت عايزة تحكي له موضوعها، يعني يمكن يساعدها او يفهمها. تغير رأيك وتقعد تتغدى معانا برضه يا محفوظ؟ ألف شكر، ألف ألف شكر. وبنو عامر يا مدام زلطة. مدام إيه؟ مدام زلطة. اسم العيلة برضه زلطة يحيى. أيوة محفوظ. هو هو كده. ما هو يعني عادة المفروض يعني إن الست بعد ما بتتجوز اسمها بيبقى تبع جوزها، يعني زلطة. مش كل الستات ولا كل العائلات. أيوة صح. في عائلات طبعا هاي كلاس، في عائلات يعني معفرة ومطربة ما يبانش عليها النظافة ولا النعمة. بس أنا بقى العلم حضرتك أنا ما انكرتش أصلي، وعشان كده أنا يعني برد دعوتك الكريمة للمرة التانية، لأن أنا راجل يعني مليش غير فلا في لحمة الراس، شوية فول كده بالسمنة البلدي، شوية حرفيش كده تقعد تاكل كده وتمصمص تهبر حتة لحمة، تحلي شوية برغيت ست بتاع. إنما موضوع بقى معلش يعني سوري يا يحيى، يعني سوري يا يحيى، يعني موضوع أكل زبادي بقى وسترونج تشي وجلطة مستوردة وبتاع ما ملناش فيه ده. يعني مش عيب ولا غلط ابدا ان الواحد ينضف ويطور نفسه للاحسن. ينضف ويطور نفسه للاحسن طبعا. وانت ولا على بالك. المهم الاحسن دايما ده بيبقى ايه وبيدفع قصاده ايه. انا عن نفسي انا راجل سافرت وتغربت واكتسبت مهارات كتيره، يعني بقيت اشوف كويس قوي وحاسه السمع عني تطورت بشكل غريب جدا يا يحيى، يعني بقيت ممكن اسمع دبة النملة من على بعد اي مسافة. تخيلي يا محفوظ، احنا امبارح ولا يهمك يا ابويا ولا يهمك يا اخويا. يلا يلا عشان نلحق العيلة باب الخلق. مش حضرتك هتشرفي معانا مدام؟ استنوني استناكي في العربية. وصدقته يا كريم؟ ما كانش قدامي حل تاني يا فندم. اولا كلامه مقنع، ثانيا مفيش وجود للقنبله، ثالثا عينينا هتفضل عليه واي حركه مريبه هنتحرك فورا. ماشي ماشي. لما قلت له ان ظهوره الاعلامي هيبقى باوامر غير مباشره مننا، كان رد فعله ايه؟ في الحقيقه يا فندم هو ما قالش وما قالش لا. انت كمان هيركبك مراجيح. تقصد سعادتك انه لعب بيا؟ انا بعدت شاكر عنه لانه خلاص مبقاش عارف ياخد منه حق ولا باطل. ما تخلينيش اشك في قدراتك انت كمان لو سمحت. انا هحاول اقدر عليه، وانا اساسا ما بحبش المراجيح. محدش فينا بيحب ركوب المراجيح يا سي كريم. تاخدك لفوق وتنزلك لسابع ارض على الدور رقبتك، لكن من باب الاحتياط لازم نتدرب شويه على ركوب المراجيح، لاننا معرضين ان احنا نركبها. يعني في الحقيقة أنا مش عارف أشكركم إزاي. لا بتقول إيه يا محفوظ؟ لا شكر على واجب يا أخي. طول عمرك أخلاق وبتفهم في الأصول أخويا، طول عمرك. ما تتفضل معانا أنت والمدام. لا معلش ميرسي، خليها فرصة تانية إن شاء الله. ليه بس فرصة تانية إيه؟ دول هيفرحوا بيكي قوي. اقنعها بقى يا يحيى، خليها تيجي. اقنعها يا عم. الدولة رجع من نوفا، قاعدة التلفزيون لحالة نوفا. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك. عايش معانا وحاسب بمشاكلنا. النهارده اسعد يوم في حياتي يا دولي. صوره بقى للذكرى الخالده. صوره فين اللي اتصورت معاك بالطاقه ده قبل كده؟ طب اغير وجهي بسرعه. طب اطلع انا بقى وتعالى لي فوق. تطلع فوق فين ده؟ انت لازم تطلع فوق بزفه. زفه مين يا هلا؟ بسم الله عليه، بسم الله عليه، محفوظ عليه، بسم الله 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 عليه. يفرحوا قوي اخوات يا شيرويتس. اخوك رمزي اللي كل ما يشوفك يشحت منك فلوس، ولا اختك فوزيه اللي كل ما تشوفك تديك كلمتين في جنابك، ولا حامد بتاع الزاويه، ولا اولادهم؟
طبعا لازم يفرحوا بيك لما تجيلهم، بس ابقى اعمل مشوار ده لوحدك، بالنسبه لي انا اناف قوي كده. انا هطلع له هاجي على طول. اتفضل يا بيه. تسلم ايدك يا حاج علي. السلام عليكم. ربنا يخليك يا حاج علي. مرتبك في الافراح. الله الله متشكرين. ناويين الصباطه دي الحياه دي. مش هعمل روح ايه؟ سلام يا ابو نزل. يا سلام. والله بعقد الله انت كنت منور التلفزيون كانك خلقت لكي تظهر على الشاشه الفضيه. زيدي زيدي بعت ذمتك بصباطه موز ها؟ وانت اللي كنت خايف من نزول الجامع يا ابو ناسب. كل وقت له اداه. انت دلوقتي على فكره ممكن تنزل تقوم من الناس والجامع بنفسك. يحق لك، انت اكثرنا علما. قصدك شهره. الشهره وحشه.